يسعد اوقاتكم مره ثانيه. صار الوقت يا مشلين لنبلش اولى فقراتنا. الكتار بيعتقدوا انه انكار الذات بيساعد على بناء علاقات شخصيه قويه وصادقه، على العكس الانانيه يلي هي ممكن تهدم اي علاقه انسانيه. طبعا ورد، هي الفكره شائعه كثير ولكن هي ما صحيحه ابدا، لانه انكار الذات ممكن بدوره يهدم العلاقات الجيده والقريبه حتى. صح. فتحقيق التوازن بين الانانيه وانكار الذات هو الوصفه السحريه باعتقادي لبناء علاقه قائمه على الصدق حتى المشاركه. بين الانانيه يعني انا يعني حب حالي، وبين انكار الذات يعني انا فضل غيري على حالي. تماماً. كيف ممكن نبني علاقة متوازنة مع الآخرين، وكيف ممكن تكون التفاصيل وراء هالعلاقة البشرية بين الذات وبين الآخرين؟ رح نعرف التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ رامي المحمود، مدرب تنمية مهارات حياة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامي. يعني عم نحكي على الأنانية وحب وإنكار الذات، يعني مثل ما قال ورد إنه أنا مالي شخصية، أي شيء أنت بتقلي عليه نعيوني تكرم. نعيونك تكرم. نعيوني تكرم. خلينا أول شيء نبلش بالأنانية، تعريفها علمياً كيف؟ هلأ هو الشخص يلي بيقدم حاجات ورغبات الغير، عفواً حاجات ورغباته للشخص على حاجات ورغبات الغير، أحساب الغير. تماماً. على عكس إنكار الذات يلي هو بالعكس، يلي هو الواحد يلي بيبدي حاجات ورغبات الغير على حاجات ورغباته. تمام. طيب ليش نحن بمجتمعنا على طول توسم الأنانية بسمة سلبية؟ غلط الواحد يبدي رغباته وحاجاته ببعض الأحيان على رغبات وحاجات الآخرين؟ انت قلت ببعض الأحيان، مو على طول. هلا على طول أي أكيد هي صفة منفرة وما منيحة، وبنفس الوقت إنه يكون واحد منكر لذاته على طول هي صفة مو منيحة، بتأذي لشخصه ولذاته. فهو واحد يكون بحالة وسط، يعني على طول تربينا ونحن بنسمع من صغرنا لا تكون أناني، خلاص معلش اجا ابن خالتك اعطيه لابن خالتك، اجا ابن عمك معلش لانه هو ضيفنا، بتروح على المدرسه معلش رفيقك ساعده، بالشارع معلش خلي هو يقعد على الكرسي، انت لا تقعد خليك واقف، خلي هو قبلك ياخذ. فهذا الشخص اقصى ذاته الى الماكسيموم. خلينا نقول هلا هي خصله منيحه، هي خصله منيحه، ولكن الاوفر فيها ما منيحه، لانه هي رح تنعكس سلبا علينا. حاله متعبه انكار الذات، متعبة خصوصا إذا ترافقت مع عدم تقدير. مثل ما بيصير بحالة العمل عنا، إنه واحد بينكر ذاته كرمال شغله، بيبدي شغله عن ذاته، وإذا ما كان في تقدير فبفل. هيك بصير نحن معنا بالعلاقات، إذا واحد بده يضل ينكر ذاته على طول فهو بالأخير بده يتعب ويروح. طيب. فلهيك نحن نضل بحالة إنه وسط، نحب حالنا شوي وبنفس الوقت ما نبدي حالنا عن غيرنا. طيب الحكي اللي كان عم بيقوله ورد، ممكن تكون الأوفر في مثل ما ذكرت حضرتك تعمل انعكاسات سلبية على الطفل، يعني هو ما بقى في شيء لإله، يعني بالنهاية ممكن يوصلوا الأهل لمرحلة لا حبيبي إنه مو كل شيء لغيرك، إنه أنا من وراء ما زرعت فيه إنه عطي غيرك، ضيف غيرك، معلش أعمل هذا الشيء للآخر، ولكن آخر شيء أنا عدمت شخصيته للولد، هو ما عاد عنده أي شيء هو يعمله، أنا كيف بدي حقق هذا التوازن؟ ما تكون أناني وما تنكر ذاتك بنفس الوقت. خليك رح لك شيء، في نظريات فلسفية كتير إنه بيقولوا إنه الولد هو أو الإنسان هو كائن أناني بالطبع، وناس بيقولوا انه هو بيخلق الصفحه البيضاء، اي نظريات فلسفيه بالنهايه، ولكن رح اقول كتجربه نحن كلنا بنشوف انه الولد بيصغره، روحي خدي منه قطعه شيبس شو بيعمل فيكي؟ بيهبشك. وفي ولد ثاني بحب يضيف، بحب يعطي. انا مثلا هلا رح اقول لك كتجربه، مشان ما اقول علم، رح اقول تجربه. أوكي. على الاقل انه يعني هو كسلوك الانسان وحسب في نظريات هيك بتقول انه هو كائن في عنده خصلة الأنانية هي اكثر من يمكن استاذ رامي هون الشيء اللي عفوا اللي عم تحكي عنه قبل ما يبلش ورد يفهم انه ضيف إنه عطي، يعني أيوة. بعمر كثير صغير بدك تاخذ له لعبته فهو بده يسترجع. هلا بدي اسالك سؤال بعد شوي. يلا اوكي. لهيك انه اول شيء قلت لك هو بيخلق هيك، بس التعاليم الدينيه تبعنا وتعاليم المجتمع هي اللي بقى بتهذب سلوكه. تمام. فانه مو ضروري كل شيء لها، وانت شيل من حصتك اعطيه لرفيقك، وبقى بالتعاليم مثل ما قلنا الدينيه والمجتمع هي اللي بقى بتهذب سلوكه للانسان، ولكن هو كبدايه مثل ما حكينا انه هو اقرب لحاله الانانيه. تمام. كبرنا شوي وكان الانسان ما كثير مقدر لذاته ببدايه مراهقته، شو الانعكاسات السلبيه عليه لما يفوت جامعه؟
لما يروح مثلا لا يخطب بنت بده يستقر معه ويأسس بيت زوجية، كيف بيكون اضمحلال الذات خليني أقول عنصر سلبي بالعلاقات إن كانت عاطفية وإن كانت بين الأصدقاء والزملاء؟ قولا واحدا، يعني بحالة الزواج وحالة الارتباط غالبا ما يكفي هذا البني آدم، يعني حالة تضحية باستمرار تضحية باستمرار تضحية باستمرار، ومثل ما قلت لك إذا كان مرفوق بمرفق بعدم تقدير فهي شي مصيبة، فتعب تعب تعب. يعني مثلا زوج عم يقدم لمرته، عم يأسس لبيته، مسخر كل حياته لأطفاله لهالبيت، بيطلع من الصبح ما بيرجع آخر الليل، وبيقول معلش لأنه أنا غيري أحسن مني، لازم يكون زوجتي وأولادي أبدا مني، وما بلاقي تقدير، وأنت أصلا ما عم تعمل شيء وهذا واجبك، مصيبة. بس ليك بتحس الأب أو الأم أو العائلة بشكل عام حالة الإيثار بيناتهم يعني هي جيدة، وقد ما كان الواحد أو نلاحظ نحن بأهالينا يمكن الأب بيكون ميت من الجوع وبقيان رغيف خبز ما بيأكل. أوكي يمكن هي الحالة شوي إنه بين الأهل بتقطع، بس إنه الواحد يكون هي خصلة أساسية فيه رح يتعب قولاً واحد، وأكيد رح يمضي رح يؤدي هذا الموضوع لأمراض نفسية قولاً واحداً. طيب خلينا أستاذ رامي نروح لمحور حديثنا لليوم يلي هو كيف نحن ممكن نبني علاقة صادقة ومتوازنة، والأهم هي التوازن بالعلاقة مع الأشخاص الآخرين، ما عم بحكي علاقة زوجية عم بحكي بالمجتمع ككل. هلا أهم شغلة هي حالة التفاهم، التفاهم نقاش حوار. مجرد أي علاقة بنت هدول الثلاثة إذا هي عم تمشي بالمسار الصح. بنلاحظ بالعلاقات اللي هي ما فيها تفاهم، يعني مثلا واحد بيحب صبية، فالرجل الشرقي اللي جواته ما تروحي لعند ابن خالتك بيكون غيران منه. اوكي فهي اما بدها تاخذها على بيت خالتها طبيعي المخلوقه، فبدها تقول له انه هي عم بيت خالتها، بده يبلش الكذب. واحد يعني اي علاقه. طيب بهون هالمثال اللي طرحته حضرتك شو الحل؟ صدق. طيب اوكي، حالة التفاهم، الصدق على حساب تلبيه رغبات الاخر، ولا الصدق على حساب انه انا رح اعمل اللي بدي اياه وانت لازم تتقبل؟ صدق على حساب اكمال العلاقه وأن تكون العلاقة صحيحة وسليمة، هي التفاهم، هي حالة من التفاهم، فبس يكون في حالة تفاهم ونقاش وحوار فنتجاوز أي عقبة يمكن تمر معنا. طيب أنا إمتى لازم أكون أناني وإمتى لازم أفضل غيري؟ شو الحالات اللي لازم أقول لا ستوب يا فلان، أنت لازم تهتم بذاتك، لأنه إذا ما أنت اهتميت بهالنقطة بذاتك ما حدا رح يهتم فيك؟ وشو الحالات اللي بقول لا ما في غلط اتشارك مع غيري لحتى نوصل لنقطة مشتركة؟ وهو حسب الحالة اللي بدها تطرح قدامنا، يعني أهم شيء يعني ما يكون بقى في ضرر على ذاتنا، ضرر جسماني، ضرر مادي جسيم، ضرر نفسي كمان أكيد. أكيد يعني أهم شيء نحن حالة إنه الواحد ما ينضر، وخلينا نقول ضرر جسيم، يمكن الواحد يحاول إنه يشيل شوي منه كرمال الحالة ككل، بس أهم شيء ما نحس بضرر جسيم. طيب ننظر فيه. أوكي، أيمت أنا لازم أقول ولمين إنه أنت لك حدود، لك خط أحمر ما بصير تتجاوزه؟ هلأ بالحالات يلي إذا كان الشخص ما بيعرف حدوده أو إذا تجاوز حدوده فيها، يعني مثلاً لو بدي أقول لك العرف لحاله بيرسم حدود للعلاقات. بس في عالم يعني تتجاوز كل الحدود. تماماً، يعني مثلاً زملاء بالعمل معروفة هي شو العلاقة أو كيف حدودها، كيف بدنا كيف شو كان سؤالك تماماً؟ كان عم لك سؤالي إمتى نحنا منحط حواجز للأشخاص، ومين هن الأشخاص اللي منحط لهم حواجز؟ هلا أي شخص إن كان، أي علاقة كانت في إلى حدود، شو ما كانت زوجية أبوية إلى آخره، في إلى حدود، ولكن الحدود هون بقى بتختلف بين شخص وآخر. يعني مثلا أنا يمكن اسمح لوالدتي تكمش موبايلي وتفتحه وتحكي منه مكالمة وتعمل بدها منه، غيري لا، موبايله خط أحمر. وكمان مثلا تختلف الحدود بين المجتمعات. تمام. يعني مثلا نحن عندنا الأب عنده سطوة وسلطة على ابنه كبيرة، يعني يمكن الواحد يكون رجال مشورب أبوه يقول له كلمة تكون قرار مصيري كتير وما يقول غير بده يا أبوه. أما بأوروبا مثلا صلاحيات الأب هي أقل، فالحدود بقى تختلف حتى بالأزمنة، يعني صلاحيات الزوجة هلأ أكثر من صلاحيات الزوج قبل. فهي الحدود حالة يعني بتقول لك معيار شخصي. طيب بتكون. لنفترض ختاماً رح نعطي بدقيقة متبقية نصائح لكل حدا عم يعيش مع حدا أناني زيادة عن اللزوم،
زوج عم يعيش مع زوجة أنانية زيادة عن اللزوم، تيم عمل فيهم عنصر بينصب النجاح لإله كل مرة، أو إنه بيسوق القصة كلها لصالحه ليحقق مآربه المعلنة أو غير المعلنة. كيف بدنا نتعامل مع الشخص الأناني زيادة عن اللزوم، وكيف بدنا نتعامل مع الشخص اللي بيفضل غيره أيضاً بشكل مبالغ؟ كون واثق، بس الواحد بقى بده يحس إنه هذا الموضوع بلش يأذيه رح يحاول بقى ينتفض لذاته، وأهم شيء يكون بقى بالتفاهم والحوار. يعني شفتك بني آدم في حالة أنانية كبيرة، ليك نحن كمجتمع شرقي فينا حالة من الخجل. يعني مثلاً إذا حدا حكاك الساعة 3 الصبح قال لك بدي إجي أشرب عندك فنجان قهوة، والله صعب تقول له لا. إيه بس في محلات معينة، بس في مناطق لازم تتعلم تقول لا. تماماً، بمحلات معينة لازم تتعلم تقول لا، وهذا الشيء اللي نحن هلأ نحن بدنا نضوي عليه، إنه بمحلات كتير صعبة يمكن الواحد يمر فيها، فهو لازم يقول لا، ولازم هو يعرف يحط حد، يمكن بيحس إنه صح. بشعور كتير بشع قبل ما يقول لا أو يحط حد لهذا الموضوع، ولكن صحته النفسية تستدعي، والصحة يلي هو والحالة ككل إنه هو يحط حدود للحالة اللي هو معيشة. هذا الموضوع حكينا عنه مطولاً ورد بشهر رمضان المبارك، إنه كيف تقول لا، وإنه قديش مهم إنه نحن بيوم من الأيام إنه فعلاً نبلش نستعمل هاي الكلمة. أستاذ رامي بدي أتشكر كثير على وجودك معنا لليوم، أهلا وسهلا فيك. شكراً، يسعد صباحك.